السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين قلت لكم بلي غادي نهضر على موتيبي والسبب يعني اللي خلى نقولوا خلى الاتيان الوزاره الشباب والرياضه تاعنا يعني وزاره السكن وين يخلقوا ملعب تاع براقي، يعني علاه غلقوه، وهي يعني وين موتيبي وين سئل عن البنية التحتية والملاعب الجديدة في الجزائر أثناء حضوره في الشارع، يعني وين تكلم على البنية التحتية، تكلم على التنظيم، تكلم على الأمن، تكلم على النقل، تكلم يعني ما شاء الله، لكن على أرضية الميدان بسبب يعني أرضية الميدان تبلع السطاد باش يكون على بالكم، خاطر كاين بزاف ناس طاحوا على حسين جناد ونقولوا بلي السطاد راه مليحة راه منا راه واه واه، لكن شاف هذا رئيس اتحادية كي تكلم رئيس اتحادية بلعوا السطاد ونقول لكم. فأجاب يعني وين تكلم وين شكر نقولوا شكر يعني البنية التحتية الملاعب ما شاء الله يعني الأمن النقل يعني كل شيء التنظيم الجماهير ما شاء الله، لكن وين أثناء حضوره في يعني في الشارع فأجابوا أن كرة القدم تلعب وسط مربع أخضر وليست على الأسقف الملاعب أو من أجل الجماهير، عند الجماهير الجماهير يبقى الجمهور يبقى متفرج ويبقى يشجع نادي او المنتخب تاعه، يعني وين الذي وين قال لك الملعب والعشب الذي اعتمده يعني مهندسين شركات مع تاع الصين وقيل مع شكون في ملعب براقي مثلا هو عشب من الدرجه الثالثه ويحتاج الصيانة كل 5 مباريات، يعني وين جوابه هذا وصل بسرعة إلى مسؤولين الفار والتي قررت في حين إغلاق الملعب وهكذا ستدور المباريات الفريق الجزائري في كؤوس إفريقيا للأندية في ملعب 5 جويلية والتي يتوفر على عشب من التراس الرفيع. شوف كيفاش حنا هذه باش يكون على بالكم حسين جناد، الناس اللي هاجموه، الناس اللي ضحكوا عليه، الناس اللي قال لك الدود ومنا ومنا، حسين جناد الا ينقل لك المعلومه يا صاحبي، هذا ما كان ماشي قضيه باش يخسر البلاد ولا، خاطر هو راه عارف كي يهدر، ها راه دروك مين هدرها موتيبي بلعتو سطاد، مين هدرها موتيبي بلعتو سطاد، خاطر قال لك هذا العشب هذاك اللي تلعبوا به يعني وين كل 5 مباريات يحتاج الى صيانه، يعني دروك لازم يبدلوا خاطر على هذيك البلاصه مرجع يعني بلاصه اللي ساكنين فما كيعرفوا ديك البلاصه كيفاش، الماء فيها الماء بزاف، الارض خامجه، الارض راويه بزاف ماء، هذه باش يكون على بالكم. كذلك وين أكد يعني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على بدء حقبة جديدة في كرة القدم الإفريقية مشير إلى أهمية إيجاد طرق لتشجيع عدد كبير من اللاعبين على البقاء في القارة السمراء، هذه فانيك من بعد نديروا عليها فيديو إن شاء الله بربي، والناس يعني وين موتيبي إنفانتينو قال لك لازم البطولات الإفريقية في لافريك تاع البلدان لازم تكون قوية مثل أوروبا، استقطاب مثل أوروبا، وين قال لك حنا لا هنايا رانا ندو اللعابة يعني اللعابة تاع المستقبل رانا ندوهم نسوقوهم في الخليج، يعني ماشي غير قطر باش يبيعوا اللعابة باش يجنسوا اللعابة، ماشي غير في قطر حتى في كاع البلدان الخليجية باش يكون على بالكم جماعة، وهذا امر خطير رانا نهضروا عليه ورانا نعاودوا لكم، رانا نهضروا ونعاودوا ما غاديش نسكتوا عليه، حنا على بالنا تولي يعيطوا لهم يلعبوا في هذاك تاع الاي دي 7 ولا الاي دي 8،
الا حشمه هو الا حشمه تولي ما يحشموش يقول خليها كيما هكا ما كان لا بحاسبه ما حاسبوناش ولا خليها كيما انا نقول لكم. وصرح انفانتينو في اطار ورشه عمل الاتحاد الافريقي المنظمه بالعاصمه الفرنسيه قرر يعني زياده عدد المنتخبات المشاركه في كاس العالم يعني مضاعفه عدد المنتخبات الافريقيه المشاركه من 5 إلى 9 زائد او 10 سيكون له اثر غير مباشر في تشجيع استثمار في كرة القدم خاصة الإفريقية. وأوضح أن المنتخبات الإفريقية ستستفيد أيضا من خطة يعني الفيفا لتنظيم كأس العالم تحت 17 سنة سنويا على أن تضم نسخة الرجال 48 منتخب ونسخة السيدات 24 منتخب وذلك في السنوات المقبلة. وتبع سيمنح يعني ذلك فرصة للاعبين واللاعبات في افريقيا او ربما اطفال افارقه الذين نشأوا في اوروبا ان يلعبوا بقميص بلدانهم في سن مبكر في كاس العالم ضد منتخبات مثل الارجنتين البرازيل والانجليز. واضاف نحن بحاجه الى الاحتفاظ بلاعبين في افريقيا لفتره اطول قليلا وان نقدم لهم الفرص وامكانيات النمو والتطور هنا وجعلهم يشعرون بانهم ينتمون لبيئه احترافيه. واختتم كرة القدم الإفريقية يميزها شيئان هما الموهبة التي تتميز بها إفريقيا وأفارقة والشغف باللعبة لدى جميع سكان القارة فضلا عن أن إفريقيا تنعم بكافة مقومات وعلينا أن نبني عليها يعني ملغ الإحداث يعني معا لإحداث الفرق. هذو ناس يعني بعد يجي يقول لك لا انت يا ودينا الشيطانة انت موتيبي هدر لك موتيبي من هدرها سمعتوه ومي كان حسين جنادي يقول لكم ما سمعتوه هارا موتيبي تما اكد كلام حسين جناد. نعاودو نولو ساعة هدرنا على انفانتينو من النور نعاودو نولو الموتيبي يعني من عاود ولا موتيبي كي عاود كي هدر سطات تبلع علاه قولوا لنا بالراقي على تبلع اللي قال لي علاه ما تقولش نيسو الموندي ما نقولش نيسو الموندي الله ثاني ولا ما نقولش انا نيسو الموندي كي انا عندي 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 زعماء جزائريين ونقول نيسو الموندي انا نيسو الموندي الله حارب على بلاده ما نقولش انايا مانيش عنصري ولا حاجه بصح ما نقولهاش عندي العربي بالمهيدي عندنا هذوك اللي وي الرب العاليها كيف انت عندنا هنا عندنا رجال توانا عندنا رجال توانا سبحان الله هاي انا عندنا هاد عمل ورا شو هاد شو شاهد كي داير شو هاك شو شاهد كي داير كي داير الله شو شو هاد كي داير عمل ورا شو هاد شو هاك شو المرا هذه هاي ورا هاي انا هاك شوف هاي انا وين راهي هاي انا وين راهي هاك شوف ها هو شوف شوف راجل كي ماذا راجل كي ماذا شهيد مدني مزيان ومحمد الشيخ تاع سعيده هادو انا هادو يسعد عليه يسمى عليه الله يسهل عليه انا ما ندخلش في هذه الصوالح حسب الخبي خرجوا لك تاع عنصري وتا جهوي وتا لا انا ما عاد خرجوا بالميدي وتما عاد ما نقول تحية الجزائر هذه هي اخويا سمحوا لنا كي يهدر حسين جناد عايرتوه كي يهدر موتسيبي بلعتو سطاد قول لنا بلعتوه
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير و بارطاجونا لي فيديو، وديما معكم بجديد ان شاء الله بربي، وابونوا معنا.